بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي يعلن عن تقديم بلاده دعما بثلاثين مليون جنيه استرليني للاجئين في الأردن. الائتلاف الوطني السوري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على بيدي لوقف عمليات اختطاف الأطفال وتجنيدهم، مؤكدا استمرارها بالأعمال الإرهابية رغم كل المطالبات للدول الداعمة لها بوقف الدعم عنها. وفاة 5 أشخاص نتيجة غرقهم في مجرى مياه بساتين الشيخ سعيد في مدينة حلب بحسب وزارة الداخلية سلطة الأسد. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغيريك يقول إن وفاة طفلة عمرها عام واحد في مخيم للنازحين في مدينة إدلب جاء بعد تدهور صحتها بسبب درجات الحرارة الشديدة. مقتل 5 عناصر من الفيلق الثالث في الجيش الوطني باشتباكات مع قسد على محور مارع بريف حلب الشمالي. إعادة فتح طريق تل أبيض رأس العين بعد إغلاقه بسواتر ترابية عقب الاشتباكات التي اندلعت بين تشكيلات الفيلق الثالث في تل أبيض بريف الرقة وفق مراسل حلب اليوم.